بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم حديثا هنا يفترى مواعظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة نتفيأ فيها ظلال العلم وننهل فيها من معين الأنبياء. حلقة جديدة يصحبنا فيها ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ صهيب، حيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. موعدنا مشاهدينا الكرام اليوم مع موضوع جديد نفتتحه، وعلى مدى حلقات متتابعة بإذن الله نستمر في الحديث فيه، وهو الأنبياء في القرآن الكريم، وهي وقفات تفسيرية تأملية في آيات ورد فيها ذكر أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. نبدأ حديثنا مع شيخنا الكريم ثم نفتح المجال بعد ذلك لاتصالاتكم ومداخلاتكم. على بركة الله نبدأ شيخنا. عندما نتحدث عن الأنبياء في القرآن لا نريد ذلك التفسير الحرفي، وإنما نسعى لحل بعض الإشكالات التي ترد في بعض الآيات التي ذكر فيها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بداية، التنوع في ذكر ما آلت إليه عصا موسى عليه السلام، فذكر مرة أنها حية وأنها ثعبان وأنها تهتز كأنها جان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودثاره ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، فإن الحديث عن أنبياء الله في القرآن هو المصدر الصحيح الصريح في الحديث عنهم، لأنه لا أحد أقدر من القرآن على أن يبث خبرهم. فالقرآن كلام الله المعجز الذي ذكر الله جل وعلا فيه قصص أنبيائه ورسله تثبيتا لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أما ما سألتم عنه من خبر موسى عليه السلام، فإن الله جل وعلا أيد موسى بتسع آيات كانت آيات ظاهرات في إقامة الحجة على فرعون وملئه، وهذه التسع جاء ذكرها في القرآن متفرقة. قال الله تبارك اسمه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، هذه اثنتان. وقال جل وعلا: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، هذه خمس، اثنتان من قبل سبع. والعصا التي انقلبت حية، هذه الثامنة. والتاسعة إدخال يده في جيبه، قال له ربه: تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أي آية إضافة للآية السابقة التي هي آية العصا. أما السؤال عن تنوع العصا فهذا سؤال يقع في ذهن كل من يقرأ القرآن، فإن الحدث واحد، ذلك أن موسى عليه السلام لما أتى فرعون وحاجه وأخبره أنه معه آية، قال: فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذا بين يدي فرعون، انقلبت العصا إلى ثعبان مبين. فلما انقلبت إلى ثعبان مبين استشار فرعون من حوله، فقالوا كما أخبر الله: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. انصاع فرعون إلى رأي من حوله ودعا السحرة. وأنبياء الله جل وعلا لا يدعون إلى شيء مجهول، إنما يدعون إلى حقيقة لا حقيقة أعظم منها، وهي الدعوة إلى الله. ومن أراد أن يدعو إلى الله جل وعلا فليفر من الخفايا، وليكن دعوته ظاهرة بينة. ولهذا قال موسى عليه السلام: قال موعدكم يوم الزينة وأن يعشر الناس ضحى. فيوم الزينة يوم معروف عندهم، أشبه بأيام الأعياد، لا يكاد يختلف عليه اثنان. فأحالهم موسى عليه السلام في الوعد إلى معلوم، وأن يحشر الناس ضحى. وكذلك أنبياء الله إذا دعوا إنما يدعون في رابعة النهار، لأنهم يدعون إلى شيء بين. والضحى أصلا يضرب به المثل في الوضوح والبيان، وقد قيل: من كان يحمل في جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح، والله أقسم به، قال: والضحى. والمراد من هذا جاء الجمع من السحرة
والجمع من الناس ليروا. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما اصطف الفريقان ألقى الله جل وعلا في قلب السحرة الأدب، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. قال ربنا فألقوا حبالهم وعصيهم وأخبر أنه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا كله وقع سحرا. ثم ألقى موسى عليه السلام العصا. هنا نأتي للإشكال، قال الله جل وعلا فإذا هي حية تسعى، وقال فإذا هي ثعبان مبين، وقال فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف. الجواب عن هذا أن الانقلاب واحد، وقع مرات في غير المجادلة. وقع في قصة التعليم الأولى وموسى بين يدي ربه، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وقول الله جل وعلا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى دلالة على أن موسى أخذ العصا وهي حية ولم تعد بعد إلى سيرتها الأولى، وذلك تربية له. لكن حتى لا نطيل على من يسمعنا في الجواب، فهي حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، جان في خفتها. فهي حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، وجان في خفتها. فرغم ضخامتها سريعة الحركة، ورغم ضخامتها هي متلونة، وكل هذا لأنها وقعت حقيقة ولم تقع شيئا يخيل في العين، كما كان ما ألقاه السحرة يخيل إلى الرأي. والله جل وعلا يقول يخيل إليه، إلى من؟ إلى كليمه موسى بن عمران. فإذا استطاعوا أنهم يسحروا عيني موسى فلا ريب أن هذا سحر عظيم. ولهذا قال ربنا جل وعلا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما جاءوا بالسحر العظيم هم يعلمون أي منزلة من السحر بلغوا، فلما رأوا أن هذه الحية تلقف تأكل تطوي ما ألقوه علموا أنها ليس بسحر، لأن السحرة أعلم الناس بصنعة السحر. فكتب الله لهم أن يهتدوا. قال الله جل وعلا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يفهم من هذا أن النسق القرآني لا يمكن أن يختلف، وأن القرآن يصدق بعضه بعضا، كما قال أصدق القائلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه. هذا ما كان من أمر عصا موسى. والعصا كما تعلم كانت العرب تألفها، وقد قيل إن حملها من سنن الأنبياء، والعرب تقول إن العصا من تلكم العصية وهل تلد الحية إلا الحية. أو طبعا أنت تستطيع أن ترفع وتنصب بحسب المعنى يعني، ويصح وهل تلد الحية إلا حية باعتبار تتكلم عن المولود، إذا تبغى تتكلم عن الوالد تقول هل تلد الحية إلا حية. والمراد من هذا أن العصا أمرها شائع في العرب، وقد اشتهر عن قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب المعروف أنه كان يخطب على عصا وهو القائل في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ننتقل بعد ذلك شيخنا إلى خبر مجادلة إبراهيم لعبدة الكواكب، ما هو الوجه الصحيح الذي نستطيع أن نأخذه نحملها عليه؟ إبراهيم عليه السلام جادل قوم كثيرين، ذكر الله جل وعلا منهم طائفتين، طائفة تعبد الأوثان وطائفة تعبد الكواكب. وظاهر الأمر وإن كان الكفر واحد أن من يعبد الكواكب أرفع عقلا ممن يعبد الأوثان، على الأقل أن الكواكب في تحركها في هيبتها في إضاءتها في نفعها ربما أشعرت من يعبدها بشيء. أما الكواكب يصنعها النجار بنفسه، أما الأوثان يصنعها النجار بنفسه ثم لا يلبث أن يعلقها ثم يعبدها، لا شك أن هذا هو الضلال المبين. كذلك ذلك ضلال المبين، لكن هذا أشد. والمقصود لما جادل أهل الأوثان لجأ إلى القوة،
لجأ إلى ما شيء يعني يوقظهم من سباتهم، لم يلجأ معهم إلى التدرج، لجأ إلى الأصنام فكسرها وجعلها محطمة وأبقى واحدا علق عليه قدوم. قال الله تبارك وتعالى: فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فبهتوا، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا كله من باب أسلوب إيقاظهم من سباتهم حتى يحييهم من رقادهم، أي من كفرهم وضلالهم والظلمات التي هم فيها. لكن إبراهيم عليه السلام وهو في منزلته ما صنع هذا، ما عبد تلك الكواكب، وإنما ذكرها عبادته، ذكر تعظيمه للأوثان من باب إقامة الحجة ومن باب المسايرة، لا من باب الاعتقاد، لا من باب الاعتقاد. وصعب أن يظن بنبي الله أنه مر بهذه المرحلة كما قال بعضهم، هذا محال. قال أصدق القائلين: فلما جن عليه الليل، أي أظلم، رأى كوكبا، وإبراهيم يرى الكواكب منذ أمد، قال: هذا ربي، حتى يسمعهم ويبين لهم أنه يريد الحق. فلما أفل قال: إني لا أحب الآفلين، حتى يبين لهم أنه صادق فيما ينشده. فلما رأى القمر بازقا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فبين أن الهداية بيد الله وأنه يرتقبها وأن استعطافه لربه يعينه على ذلك. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. ويريد أن يسمعهم عبارة هذا أكبر ليبين لهم أنه كأنه وصل إلى ما يريدون، وهو يعلم وهم يعلمون أن الشمس إذا انتهى النهار ستغيب. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. هو أراد أن يقول: إني بريء مما تشركون من أول الأمر، لكنه أخره حتى تصبح الحجة واضحة قائمة عليه. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. المقصود من هذا أن العاقل إذا أتى يحتج مع أحد، يجادل أحد، فليعلم شخصية من يجادله. وهذا ورد لإبراهيم هنا، ورد في قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا لا يهدي القوم الظالمين؟ لأن الظلم ينأى بصاحبه على أن يبحث عن الحق، فإنه يرزق به الاستكبار والعناد ويكون متأصلا فيه فلا يبحث عن الحق، فأنى يهتدي وهو لا يبحث عن الحق. المراد من هذا أن الأسلوب الإبراهيمي يختلف في كل موقف، وكذلك العاقل إذا جادل. وهذا المقصود من هذه الدروس من معين الأنبياء، أن يفقه كيفية التأسي. ويقولون أن الشافعي رحمه الله كان إذا جادل تتساقط أزارير قميصه من شدة حدته، واحترامك لمن حولك يجعلك تشتد تحتد، لكنك إذا كنت لا ترى من أمامك شيئا فإن غالب خطابك له لا يكون ذا إجلال، ذا حدة، ذا قناعة، ذا حماس، لأنك أصلا لست مقتنعا بمن أمامك. لكن الإنسان ينظر، فإن كان الذي أمامه أهل لأن يجادل، حري به أن يكون هناك حدة، أن يكون هناك خطاب، أن يكون هناك تبني مع الرغبة في الحق. وأما إن لم يكن يرى من أمامه أهل لأن يجادل، فالترك أولى. وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. والإنسان في حياته يمر على أطياف من هؤلاء كثير، لكن ليس من العقل ولا من الحكمة أن الإنسان يمكث يجادلهم. يأتيك من يناقشك أحيانا في مسألة ما ويريد أن يستنبط من القرآن، وهو لم يدرس كتاب نحو في حياته ولا حتى الكتاب المدرسي المقرر، فأن لهذا أن يفقه مراد الله من كلامه، وأن لهذا أن تصل أنت وإياه إلى ملتقى تتفقان عليه حتى تنطلقا منه. هذا كله محال، لا يمكن، وهو قطع الطريق من أوله. لكنه هو يعتقد أن
عدم مجاراتك له نوع من الضعف، نوع من العجز، أو أنه غلبك، أو أنه ألجمك، فيذهب إلى أقرانه. وإن الطيور على أشباهها تقع، سيكون أقرانه نضراءه، فسيحدثهم كيف غلبت وكيف انتصرت فيصدقوه. ولهذا قد قيل إن الجهل نقطة، إن العلم نقطة كبرها الجاهلون. ولهذا يعني تحزن إن رأيت أمثال هؤلاء. نحن خرجنا عن السياق، لكني أردت أن أبين في قضية المجادلة، وهذا معنى الأنبياء الذين هذا معنى الأنبياء. يعني ينبغي أن يعني من يسمعنا يدرك، ليس شرطا أن تجادل كل أحد، وليس كل أحد أهلا لأن تجادله. وبعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم في صفات بعض أهل النفاق: وإذا خاصم فجر. فأنت إذا جادلت وأخذت وأعطيت معه ينزلق مزالق لا علاقة لها بالموضوع الذي تجادلان حوله، وقد يدخل في الأعراض والأنساب وأمور أخرى، ويشتت الحديث ويجلب بخيله ورجله ويطرق أبواب السفهاء وأمثال ذلك، إما هو مشاهد محسوس. قد قال أبو تمام: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. وكلما عظمت نفس المرء أبى أن يحلق إلا عاليا، ولا ينزل لأمثال هؤلاء الوضعاء. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. لكن الإنسان هذا لا يعفيه من الدعوة إلى الله جل وعلا ونشرها في الأرض وإقامة الحجة على من هاند، لكن بالأسلوب الأمثل الذي لا يتقارع به مع أهل الجهل. هذا الذي يفهم ويستنبط من حياة الأنبياء ومعينهم في الجدال، والتي جعلنا من مجادلة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب والنموذج لها والعلم عند الله. أثابكم الله شيخنا، جاء في سورة هود خبر شعيب عليه السلام، ورد في تلك الآيات صورة من بلاغته عليه السلام، نريد أن نتوقف عنده. نعم، بلاغة الإنسان مهمة جدا في إيصال العلم إلى من يستمع إليه. وكلما كان شأن الإنسان عظيما في البلاغة كان قبول الناس له أحرى. والبليغ تراه يوجز في كلامه ويوصل مراده بأقل الطرائق، ويغلف قوله بشيق القول وماتعه من الأخبار والأثار، لأنه يتكئ على حصيلة كبيرة، وهي باب واسع. يعني البلاغة عند البلاغيين عند غيرهم، لكن أنا أتكلم بالمفهوم العام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وهو صلى الله عليه وسلم مسترضع في بني سعد، وهذه الفصاحة والبلاغة فيه شيء مكتسب وشيء فطري، ولا ريب أنه سيد الفصحاء والبلغاء. قال شوقي رحمه الله: أبا الزهراء قد جاوزت قدري لمدحك بيد أن لي انتساب، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. صلوات الله وسلامه عليه. وقال في الميمية: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهمي. صلوات الله وسلامه عليه. نعود لأجل هذا، كان مما أعانه عليه السلام أن يبلغ دعوة ربه ما رزق من البلاغة. قال الله عنه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. من هذا يفهم حاجة الإنسان إلى البلاغة. شعيب عليه السلام يقول أهل السير والأخبار أنه يضرب به المثل في البلاغة، وأنه يعرف بأنه خطيب الأنبياء. قالوا: يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. فارتقى بهم
في كلمات مختصرة الألفاظ جزيلة المعاني. هنا بهتوا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنهم عرب أقحاح فصحاء يعرفون مراده لكنهم عجزوا عن مسايرته. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فعاد إلى بلاغته، قال يا قوم أراتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. هذه وحدها قاصمة الظهر له. انظر كيف ساقها القرآن، قال يا قوم أراتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قبلها قال كما بينا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يقصد النبوة، فأنا نبي ويوحى إلي وعلى واضح الأمر، بأي عقل أو نقل تطالبونني أن أترك هذا لدعواكم؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ثم إنني ناصح، أين دليل نصحي؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه لها نظيران في القرآن، قال العلماء من استطاع أن يتحملهما يدعو ومن لم يستطع فليجلس في بيت أمه. قال الله جل وعلا هنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فالاثنتان كانت خطاب قرآني، وهذا خطاب قرآني لكنه حكاية عن خطيب الأنبياء شعيب. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح، ثم قيده بالاستطاع حتى لا يكلف نفسه فوق مرادها، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ثم بين أن الأمور كلها بيد الله، قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، مر معنا أن كلمة التوفيق عزيزة في القرآن ولم تأتي بمثل هذا المعنى إلا في هذه الآية، وما توفيقي إلا بالله. وقد قيل إنه ما رفع شيء إلى السماء أعظم من الإخلاص ولا نزل شيء من السماء أعظم من التوفيق. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا يدفعنكم، لا يكون سبب أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذه تحتمل احتمالات عدة، وما قوم لوط منكم ببعيد في العمل، وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمن، وما قوم لوط منكم ببعيد في الديار. والزمن أقرب، لأن في الديار شعيب عليه السلام في جزيرة العرب في الشمال في الجنوب، وأما في مدين، إذا قلنا إن هي مدين نفسها التي جاءها موسى فهي في الشمال، ولوط عليه السلام كان في فلسطين في سدوم جهة نهر الأردن. وإذا قلنا في العمل لم يذكر القرآن هذا، لأن خطيئة قوم لوط كانت إتيان الذكرى من العالمين، وخطيئة قوم شعيب بعد الشرك كانت التطفيف في الكيل والميزان، فلا يظهر أنها في العمل، لكن يظهر أنهم في الزمن، أن الحقبة متقاربة نسبيا والعلم عند الله. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، ثم قال واستغفروا ربكم إن ربي، ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقد جاء ذكر اسم الودود في القرآن على ما أذكر الساعة مرتين، هنا في هود إن ربي رحيم ودود، وفي البروج وهو الغفور الودود. ومعنى هذا الاسم المبارك لله جل وعلا أن الله جل وعلا يرحم ويحب أولياءه، يرحم أولياءه وهو يحبهم. فإذا كانت هناك رحمة مقرونة بحب يسمى هذا ود. مثلا أنت تخرج الآن من هذا الفندق تجد أحد مثلا، يعني الحمد لله أنا ما فيه، يعني خلنا نقول قطط، ما احنا ذكرنا الآخر، فإنك لو سقيتها وأطعمتها هذه رحمة، لكن لا تحمل في قلبك محبة لها، لكنك إذا رحمت أحدا وأنت تحب هذا الود. أنا أقرب المفهوم فقط. فالله جل وعلا يرحم أولياءه وهو يحبهم ويحبونه، قال جل وعلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. المقصود من جملة ما ذكرناه أن شعيب عليه السلام عرف بأنه خطيب
الأنبياء. يبقى سؤال كيف يقوم الإنسان هذه القدرات فيه؟ يقولون أستاذ صهيب بين كل شيئين عظيمين، بين كل شيء عظيم وآخر محتقر شعرة، وضبط هذه الشعرة هي العظمة، هي العظمة. يا جنون كسل وخمور. كذلك يعني الإنسان عندما يقرأ بصوت عالي، يقرأ للكبار، يسمع للكبار، مهم. الإنسان ابن بيئته، ابن أذنه، ما يسمعه يردده. لو أكثر الإنسان من السماع للأكابر، للفصحاء، للبلغاء، يتأثر بهم ويصبح قريبا منهم، وربما بعد ذلك تجاوزهم. وإن كان لا يسمع إلا كلمات سوقية، المجالس التي يجلسها مجالس سوقية، العبارات التي تستخدم عبارات سوقية، وبدهي جدا إذا جاء يخاطب أحدا أو يلوم أو يغضب، إنما ينثر الشيء الذي، وكل إناء بما فيه، كل إناء بما فيه يضح. وعلى هذا يختلف الناس. القراءة في كتب النحو مهمة جدا، قبل هذا وذاك القراءة في القرآن. لكن كون الإنسان يقرأ في القرآن كثيرا ثم يخالط أقواما ليس لهم حظ من القرآن، ثم يتنقل في المفردات التي يتبعونها والأقوال التي يقولونها والصيغ التي يحكونها، صعب جدا أن يكون ذا بال. لكن لو كان يقرأ في كلام العرب معلقة لبيد، وأنا قلت هذا مرارا، فاتت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، وقفت وأسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها، وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها، وعلى فروق الأيقهان فأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها، والعين عاكفة على أطلائها عودا تأجل في الفضاء بهامها، فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها، من معشر سنت لهم أقوامهم، ولكل قوم سنة وإمامها، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها. هذه أبيات رفيعة، يعني لو أن الإنسان حتى لو لم يفقهها يستخلصها، تدرب اللسان، يقرأها حتى يحسن اختيار الألفاظ، اختيار المعاني، يعود نفسه على البلاغة والفصاحة إذا وقف موقفا جليلا عظيما. ومن الفصاحة كذلك مخاطبة الناس على قدر عقوله. لا يأتي الإنسان بغرائب الألفاظ فيخاطب بها من لا يفقهها. يقولون عن أبي عمرو بن العلاء، أظن أبو عمرو بن العلاء إن لم يختلط علي، كان نحويا يحب غرائب الألفاظ، يعني يتقاعر قليلا عفى الله عنه وعنه، فسقط من جمله في السوق، فاجتمع عليه أهل السوق. من أهل السوق؟ يعني التجار أصحاب العوام، فهم ملتفون حوله. قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا لا أبا لكم. طبعا لم يتحرك أحد لأنه لم يفهموا ماذا يريد أن يقول. هو يريد أن يقول: ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على رجل مجنون، انصرفوا. لكنه قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا لا أبا لكم. يقولون أن أحدهم نادى غلامه، والغلام فارسي لتوه لا يعرف العربية، ابن نعمة يعني الغلام هذا، ليس لمثل هذه الأمور. فقال: يا بني انظر، أزغطت الغطاريف؟ فرجع فقال كلاما مبهما. قال: ما هذا الذي تقول؟ قال: وأنت ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول أصاحت الديك؟ قال: وأنا أقول لم تصح. طبعا هو أصلا لم يعرف السؤال الأول، يعني لم يعرف ما معنى زغطة الغطاريف، فخرج ورجع يعني بمثل يعني يلتف على سيده. وهذا يعني يستحق السيد هذا، لأن الخطاب كما ليس فيه ليس فيه مراعاة. مراعاة مقتضى الحال مهمة جدا، وهي من أعظم دلالة الفصاحة والبلاغة. لكن المشكلة أن الآن لم يعد هناك أحد إلا القليل يفقه، فيأتي صاحب اللغة، طب أين يذهب بلغته؟ يعني كل إنسان أنا أراعيه وأتحمله وأخاطبه بما يريد، ماذا سأقول ما أعلم؟ قد تموت وهي في صدرك. هذه لا يوجد مكان ينزل إليه أكثر معضلة أخرى، يعني أعان الله كلا على كل.
طيب بعد هذه الجولة الماتعة في خبر البلاغة نأخذ معنا معنا أول اتصال خولة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم آمين. لو سمحت يا شيخ ممكن عندي عدة أسئلة. تفضلي يا أختي. حكم استخدام المسبحة الألفية هذه اللي تكون مسبحة فيها ألف خرزة. طيب. حكمها إيش استخدامها للاستغفار مثلا؟ السؤال الثاني الحسنة والسيئة في المدينة ومكة هل يعني تتضاعف ولا لا؟ الحسنة والسيئة في المدينة ومكة نعم. إيه نعم. أريد من الشيخ أن ينصحني بكتب تاريخية يعني أن ينصحني بقراءتها. طيب. لو سمحت عندي سؤال أخير. طيب تفضلي. أخي كان محرم المكة فكان لابس إحرامه وخلص نوى أن يأخذ العمرة لكن ذهبوا للحلاق وقام يعني قص شعره يعني حلق على الصلعة. المهم قبل ما ياخذ العمرة يعني وبعد ما حلق يعني وبعد ما يعني اخذ العمرة ما حلل وبغى اشوف يعني هل عليه دم او عليه شيء يعني قبل يعني قدم الحلاقة على العمرة قدمها تعبدا ولا زينة؟ لا مو زينة قالوا انه زحمة قالوا خلينا يعني هما لابسين الحرام الحين حلقوا تفاديا للزحام. ايوه تفاديا للزحام. نعم اتاخذك ب طيب بقي عندك شيء آخر أختي كريمة؟ لا شكرا جزاكم الله خير. طيب نستضيفكم شيخ نأخذ مدين من الجزائر. طيب ذهب مدين ربما تأخرنا عليه. أبو عبد الله والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا. مدين صديقنا صديق للبرنامج من الجزائر معنا صديقنا الآخر أبو عبد الله من الدمام. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عبد الله نفع الله بعلمك يا شيخي. اللهم آمين. الله يرضى عليك شيخ الكريم. حاشا لمثلي يعني أن يناقشك أو أن يرد عليك ولكن أشكل علي ظاهر قوله تعالى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فيظهر من الآية يا شيخ أن أهل الأعراف أقل منزلة ممن دخل الجنة ويطمعون برحمة الله بدخولها. السؤال الثاني يا شيخ قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. شيخي الكريم ما المتعجب منه هنا؟ هل هو التحكيم مع وجود التوراة عندهم وفيها حكم الله أم التولي أم كليهما معا؟ نعم جزاكم الله خير يا شيخ. طيب شكرا لك. نعود إلى سؤال خولة سألت عن المسبح الألفية التي فيها ألف سؤال أول ما سمعت منها سألت عن حكم استخدام التسبيح بالمسبح الألفية ذات الألف خرزة والألف حب. أي المسبحة ما يسبح به آلة ولا يتعلق بها حكم في الابتداع ولا في غيره. نعم. العبرة بالذكر فلو كانت المسبحة فيها ألف خرزة لا حرج في استعمالها. نعم. لا حرج في استعمالها لأنها لا تتعدى كونها ضابطة للعد والعبرة كل العبرة بالذكر نفسه. أما هذه آلات تأخذ وساعد تأخذ أحكام المقاصد. نعم. سألت عن الحسنة والسيئة في المدينة ومكة. الحسنة والسيئة في مكة والمدينة تضاعف كيفا لا كما لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وهذا هو الصحيح خلافا لما اشتهر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عليه جمهور العلماء أن السيئة هي السيئة بالعدد ولكن كما قلنا تضاعف كيفا كيفا ولا نستطيع أن نفصح كيف يعني لا نعرف كيف تضاعف ماهية هذا الكيفية لكن بلا شك بلد حرام وبلد حرام السيئة فيه عظيمة جليلة ولكن لا نقول إن السيئة فيه بعشر أو بأكثر أو بأقل لا. نتوقف لقول الله وجزاء سيئة سيئة مثلها ولقول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فلا نعم هذا واحد لكن الحسنات بلا شك في البلد المبارك هي أشد من حيث الإجمال لكن لا نقول أن الحسنة هنا مثلا نضع نحن العدد لكن العمل الصالح يفضل أحيانا بذات فاعله وأحيانا يفضل بالزمن وأحيانا يفضل بالمكان فمن الدلالة على أنه يفضل
ذات صاحبه، قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقول الله جل وعلا: ولو لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ومما يتعلق بالزمان، قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا يدل على أن للزمن له وضعه. وما جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ويتعلق بالمكان كمكة والمدينة، الروضة عند الحجر والمقام، هذه كلها أماكن جاء الشرع بتفضيلها، فلها دور كبير في فضيلة الطاعة. ولأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قتل عثمان قالت: قبحهم الله لم يراعوا الحرمات، تقصد حرمة الزمان كان فيه الحجة، وحرمة المكان كان القتل في المدينة، وحرمة الخلافة نفسها، فإن كونه قد نصبه المسلمون إماما وخليفة لهم هذه لها حرمة عظيمة عند الله. الله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب نأخذ معنا خلود. معنا خلود، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن يا شيخة بسأل سؤال تفسير آية وجعلها كلمة باقية في عقب؟ طيب وممكن نأخذ رقم من الكنترول يا شيخ؟ رقم ايه؟ تريد تتواصل معك تأخذ الرقم من الكنترول؟ تأخذ الرقم من الكنترول. طيب شكرا لك. معنا أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. حياك الله أخي الكريم، تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله يا أبا تركي. طيب الله يبقيك. شخصان عندي سؤال. نعم. داني قال حديث الله حجاب النور والنار لو فتحنا أحرق سبحات وجهه، هو تفسير هذا الحديث، شرح هذا الحديث. نعم. طيب واضح. شكرا لك. طيب نعود شيخنا للإجابة على سألة خولة عن كتب تاريخية تنصح بها. كثيرة يا أخت خولة، وأنا لا أدري ما قرأتي. لو قرأت البداية والنهاية الحافظ ابن كثير كامل للتاريخ لابن الأثير، وفيات الأعيان لابن خلكان، ولو قرأت بعض الكتب المعاصرة في التاريخ، ولو أرادت في تاريخ المذاهب وفي تاريخ العلم تقرأ لمحمد أبو زهرة أو أبو زهرة، جيد يعني في الكتابات في تاريخ المذاهب الإسلامية، تاريخ الفرق، هذا كله ينفعها، نفعها الله بالعلم. ثم سألت بعد ذلك عن أخيها وعمرها. طبعاً صورة المسألة حسب ما فهمت أن أخاها أحرم وتلبس بالإحرام ودخل في المسك، ثم إنه حلق أو قصر، تقول حلق، قالت بالعامية يعني لم يبقي شعرة، حلق بالكامل ظنا منه أن هذا يجوز قبل، أو كما قال، التفاديا للزحام. تفاديا للزحام. طبعا هو الآن فعل محظور، وأنه لما كان له أن يحلق حتى يطوف ويسعى، ومثل هذا لا يجهل، فيصبح فعل محظورا. فإذا فعل محظورا أصبح بحق أحد ثلاثة: فدية من طعام، من صدقة، من صيام، أو صدقة أو نسك. فيصبح يا أخت خولة أخوك هذا مخير بين إحدى ثلاث: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يذبح شاة لفقراء الحرم. أعيد، على التخيير: إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يذبح شاة. قال أصدق القائلين: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاءت مفصلة في حديث كعب بن عجرة. بقينا في الشق الثاني من السؤال، هو قضية أنه فالآن هذا وقع، انتهينا منه. لم يقع على أنه نسك، فهو طاف وسعى. لما جاء انتهى السعي طبعا لم يقصره. فلم يتحلل. لكن هذا ماذا نقول فيه؟ نقول فيه أنه لا يلزمه هنا أن يحلق، لأن المكان غير موجود. واضح؟ يعني سلم الله أخاك وسلم الله المسلمين. لو أن إنسانا إحدى قدميه مبتورة، كبير في السن، طاعن، أصابه السكر، بترت قدمه، هذا يأتي يتوضأ، صحيح؟ لكن نقول له: اغسل الرجل التي فيها قدم. لكن الرجل التي ما فيها قدم ماذا يحصل؟ لأنه لا موضع لها.
يسقط غسل القدمين. واضح الآن. فما الذي يحلق؟ شعر الرأس. فهو الآن عندما أتى يحلق شعر الرأس ما في شعر الرأس فيسقط. قال بعض العلماء يمر الموسى لكن لا أظن له معنى. على هذا ينوي التحلل وعمرته صحيحة، لكن عليه ما بيناه آنفا من الصيام أو الصدقة أو النسك، والعلم عند الله. نعم. نعود لسؤال أبي عبد الله، سأل عن آية ونادوا أصحاب الجنة أن سلاما لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني أبو عبد الله يقول إن أنت صالح تقول إن إنهم أصحاب منازل عالية. نعم. فكيف الله يقول عنهم لم يدخلوها وهم يطمعون؟ طبعا هو قال لم يطمعون في رحمة الله، هو لم يدخلوا الجنة بعد ويطمعون في دخولها، هذا الصواب. نعم. لكن هذا لا يعني أنهم، لا أظن أن هناك تعارض، هو صح مستدرك جيد لكن لا أظن أن هناك تعارض، لأن الله شرفهم وذكر أن لهم نداءات وأنهم مطلعون على أهل الجنة وأهل النار وأنهم يوبخون أهل النار. نعم. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا كله ذكره الله من نداءة أهل الأعراف، لكني أنا لا أجزم بهذا، فالمسألة فيها أخذ وعطاء كثير. نعم. ثم سأل عن آية وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها. نعم، ما ذكرها الله تبارك وتعالى لما لجأ بعض اليهود واختصموا فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه، وقول الله جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وأراد الله جل وعلا أن يبين أنهم فعلوا ذلك لي للتحايل، وأن ما صح من التوراة هو حكمهم، لأن هؤلاء لم يؤمنوا بشرعك، فما دام لم يؤمنوا بك لم يؤمنوا بشرعك، وما دام لم يؤمنوا بك ولا بشرعك فالأصل أن يبقوا على الحكم الذي أنزله الله جل وعلا لهم. السلام شيخ، نأخذ محمد من المدينة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخ طيب؟ الله يحييك أخي كريم، تفضل. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخ محمد. لو سمحت عندي تفسير آية في سورة ياسين. قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ذكر الله تعالى كلمة في ظلال، ومعلوم أن الجنة لا ليس فيها ظل، لا شمس فيها ولا زمهرير. نعم. فودي توضيح هذه الآية. طيب بقي شيء آخر؟ لا سلامتك. طيب شكرا لك. السلام عليكم. معنا اتصال آخر ونتابع. طيب معنا أم محمد من اليمن، تفضل يا أخت كريم. السلام عليكم. طيب ربما ذهب الاتصال، نعود لنجيب على الأسئلة. سألت خلود عن آية وجعلها كلمة باقية في عاقبه. الآية من سورة الزخرف، والحديث عن خليل الله إبراهيم، والكلمة هي كلمة التوحيد. لكن اختلف العلماء اختلافا كثيرا في معنى هذه الآية، والحق لم يتحرر لي فيها شيء بقوة، وبسطت القول فيها في أحد دروس التفسير، لا أذكر أن رجحت أو لم أرجح، لكن على ساعة هذه لم أرجح فيها شيئا. ثم نعود إلى أبي تركي وشرح الحديث الذي ذكره. سأل عن شرح حديث يا أبا تركي، الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أن له ذات لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه الصفات. هذا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن جلالة وجه ربه تبارك وتعالى، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، نمرها كما جاءت، والله أعلم بمراد نبيه. والمقصود من هذا تعظيم الله وإجلاله، وبيان أنه تبارك وتعالى له الوجه الأكرم والاسم الأعظم، وأنه تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه. رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. ثم انتقل إلى سؤال محمد اليسار عن آية ياسين في خبر الجنة هم وأزواجهم في ظلال. قول الله جل وعلا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ذكر جاءت في أكثر من آية. والعلماء متفقون على أنه لا شمس ولا قمر في الجنة. بعض أهل العلم يقول إنما هذا مخاطبة الناس بما يفقهون، وبيان أن هناك عروش تغطيهم، وليس المقصود أن هناك شمسا أو زمهريرا. وبعضهم يقول لما تكلم عن قول الله جل وعلا بكرة وعشية، قال إنه ليس في الجنة ليل ولا نهار، فكيف يقول الله بكرة وعشية؟ قال هذا يعرف بإرخاء الستور، ترخى الستور
في المساء، ترخى السطور في العشي نحو تعبير القرآن، وترفع في البكرة حتى يعرف أن أول النهار بدأ وآخره انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله: إنما يعرف البكرة والعشية من نور يخرج من العرش. أيا كان ذلك الله أعلم بالصواب، لكن هذه أمور يعلم بها أنها من جملة المتاع العظيم الذي أعده الرب الكريم لأوليائه الصالحين في جنات النعيم. نسأل الله من فضله. وأنا أخذ محمد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. يا أهلا وسهلا. حياكم الله وحني لكم سكن المدينة. الله يبديك. عندي بعض الأسئلة يا شيخ في ليبيا. أنا عندنا مسألة السدل في الصلاة، ومش عارف كما هو مشهور مذهب أهل المدينة في مثل سيد بن المسيب وبعض الصحابة يعملوا، الله أعلم. السدل هو بعد الركوع أو قبله؟ بعد تكبيرة الإحرام السدل. أي نعم. وحكم الدعاء عقب الصلاة، عندنا في ليبيا الإمام يدعو ويؤمن المأمومين، مش عارف في اللي يقول بدعة في اللي يقول جائز. بس عندي سؤال آخر، هنالك من ينكر العمل وجبة إفطار في شهر رمضان، يقول إن الصدقة أفضل، الصدقة المالية أفضل من عمل الإفطار في شهر رمضان بحجة أن الأغنياء يأكلون منها. نعم. وفي الختام أدعو الله لي بالقبول وسكن المدينة والموت فيها إن شاء الله. اللهم طيب. الله الله يبلغك. واضح الأسئلة شيء. بارك الله فيك. أول السلام عليكم. سأل عن بداية السؤال عن السدل في الصلاة والأقوال. هو السدل جاء في الحديث الصحيح أن معاشر الأنبياء يؤمرنا أن نؤخر السحور ونؤجل الفطورة ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأما ما ينقل عن سعيد بن المسيب وغيره فهذا إن صح فله تخريجات، ذلك أن كلا من مالك، إن كلا من مالك وسعيد رحمة الله تعالى عليهما جلد، فربما رآهما الرأي بعد الجلد عندما خلعت أكتافهما، خلعت أكتافهما يجلدان، فظن أنه أن السدل سنة. وبعض فقهاء المالكية أحدهم يعني المتأخرين اختاره، وأنتم أهل منطقة وأدرى بالمذهب وأدرى بما فيه من أوجه وأعلم به، لكن المشهور عند عموم المسلمين هو أن يضع الإنسان يمينه على شماله في الصلاة، وهذا من حيث الأدلة أرجح. لكن مع ذلك أقول أنتم أعلم بما تصنعون، وليست المسألة مما يجب خلافا ولا صراعا ولا أخذا وعطاء بيننا وبينكم. أنتم أهلون ونحن أهلوكم، أنتم مسلمون ونحن مسلمون، وكلنا نتجه إلى القبلة، ومن اقتنع بهذا اقتنع، من لم يقتنع فلا حرج عليه. ثم سأل بعد ذلك عن دعاء الإمام بعد الصلاة والتأمين خلفه. يعني لم أفهمه، ويقتضي القنوت في الوتر؟ والله هكذا فهمت السؤال. عموم كما قلت لك يا أخ محمد، في ليبيا من العلماء الأفاضل، ما أشكل عليك من ذلك، فلا يعني حرج في الأخذ عنهم. ثم سأل عن عمل وجبة إفطار ومقارنتها بالصدقة في رمضان، حيث أن الأغنياء يأكلون من هذه الوجبة، البعض يقول الصدقة أفضل. الصدقة أفضل. ما نستطيع أن نجزم، لكن كذلك إقامة وجبات الإفطار واجتماع الناس عليها يحصل فيه من الألفة والمحبة والمودة وإظهار شعائر الدين وتشجيع الناس على الصيام ما يحصل. من هذا الوجه عمل وجبات الإفطار أفضل. وعموم قولي صلى الله عليه وسلم في ثواب من فطر الصائم، ولم يشترط أن يكون ذلك غنيا أو فقير أو فقيرا، فالأمر واسع إن شاء الله. نعم. وأسأل الله أن يوفقه ويوفق الإخوة جميعا المسلمين في ليبيا. أثابكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. مشاهدين الكرام، شكرا لكم على كريم متابعتكم. نعتذر طبعا من بعض الإخوة الذين لم نتمكن من أخذ اتصالاتهم ونظرا لتزاحم الاتصالات، فنعتذر منكم. وبإذن الله حديثنا في الغد نتابع حديثنا عن القرآن أو عن الأنبياء في القرآن. في الغد نلقاكم بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.